الحين انا مشهور ما يكني ولا دعايه وفلست، شو الحاله؟ شو اسوي؟ انا عندي فكره، خلنا نسرع لاي مطعم وفر نفسي عليه. اخويا لو تبون اي دعايه انا ترى مشهور، حاضرين. مطعمنا مشهور اوريدي، يعطيك العافيه، ما نبغى دعايه، تفضل برا. حتى دعاية واحدة ما في. أنت مشهور؟ هي نعم. بغيت عندك دعاية؟ ب50,000 حبيبي. شو 50,000 وين؟ بعطيك بضاعتي مجاناً مقابل الدعاية. أوكي. حط بضاعة وشيء قياسك بعد. وطرش على الواتساب. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. شو أبغى الخير؟ أنت شو أبغى الخير؟ والله ما روح. يلا. صدق بس خي القنطارة مشان أنا بس يعطي 2 كندورة زيادة. وإذا ما نبه؟ أنا يسوي ديسكاونت مشان يتحرك. صديق شلعان ها ريحة خياط يا أخي. أوه منور اليوم. منور منور. ما شاء الله. ما شاء الله. حبيبي والله. يزيد بارك الله يزيد بارك. والله أرباب أنت في أحسن واحد. أنا ما في أحسن واحد، أنت شو يريد؟ يا أخي يريد يفصل مال عيد يا أخي. ما يريد يفصل كندورة، يريد كندورة بوس. بوس انا يريد بوس بعد. انت ما يريد بوس روح. يعني ما يفصل كنادير ولا شيء. كندوره ما يريد تسوي. اذا فصل بوكسر ما في بوكسر ولا فلينه حتى ما يريد يفصل. يلا روح. كيونكي تم هي هو اب تم هي هو زندگی شنو انا كلام انا ما يجي محل مره ثانيه. يلا روح. يعني انت ما لقيتي تختربين الا الحين يعني؟ لا وبنت بعد، يعني اللي بيه بيساعدها هي وبيسحب علي. شبر بطل شبر بطل نجح سوبر نجح سوبر وابدا بنجس الخطر ولا نخاف الا لله حنا بزاد تدخل حنا. وش اللي صار معك يا ريال؟ ترى البنت هناك شوية يبينك هني. ني مفلح ولد بنياس، ني ريال ما نساعد الا ريالين. والله السيارة موقفة، لو تقدر تساعدني يكون زين. ني معي الحل. شبر بطل شبر بطل نجح سوبر نجح سوبر وابدا بننجز الخطر ولا نخاف الا لله حنا. مبروك. غريبة يا ريال، ليش ساعدتني؟ يا ريال ذول المشاهير كل يوم نفس الفكرة، ذي يوقف عند البنت وذي يساعد البنت، ليه قررت تكسر روتين ونساعدك انت يا ريال؟ حق شو؟ يا ريال حق المشاهدات. ولدي يقرأ القرآن؟ هذا اللي يكون يقص علينا في رمضان اللي طاف. كنت أحسبه يقرأ القرآن، فيوم قربت عنده إلا ألاقي لوحة قدامه وهو يقرأ القرآن، وورا اللوحة الحبيب راقد، وهالشي عصبني الصراحة. بزخ هالمرة. أقول لك مو بكل مرة تسلم الجرة. شفت يا أبوي إنك تسيء الظن فيني؟ أنت حسبني منافق؟ أنا الحمد لله أصلي أصوم أقرأ القرآن، لكن يا أبوي الظلم من ظلمات يوم القيامة، ما أقول إلا الله يهديك يا أبوي. خلاص يا ولدي والله اسمح لي، والله يا رب سامحني، اللهم إني صايم، والله أنا آسف، مع السلامة، يعطيك العافية. خلاص وتشان نقص على الوالد. رمضان رمضان لا إله. علي هلا هلا. رمضان كريم، اليوم فطورك عندنا يا ريال. موعد الوالده اليوم. ما يصير اليوم فطورك عندنا دام شفناك. لا جد مشغول الوالدة يا ريال. بيت قريب من هنا، تشوف البنايه هذه، البيت اللي عندنا هذا دقيقتين. يا اخي ما بفطر، غصب شو غصب. العافية العافية. الو
فضيلة الشيخ، لقد داعبت زوجتي وفعلت بعض الأمور الفوق الثمنتعشي، فما حكم ذلك؟ عيب عيب يا أخي، عندك أطفال يتابعوك. كنا نعرف أن لا حياة في علم الدين، وأن هالأسئلة تتردد في كل رمضان، وأن صارت حالة اجتماعية لازم نتكلم عنها. شيخي الفاضل شيخي الفاضل، زوجتي قالت في ديتك هذا يبطل الصيام أم لا؟ Really nigga. شيخي الفاضل شيخي الفاضل، زوجتي غمزت لي، هل في كفارة في ذلك؟ يعني انت عندك 11 شهر ما لقيت تداعب زوجتك الا في نهار رمضان، و11 شهر يا تهيت بالشوارع يا مقاهي يا تضرب يا زوجتك. انت شوفي هيك واحد جبهتها 70 خريف فوق، اذنها طايحه كانها براطم جمل، ويتكلم في التليفون يقول لك لقد داعبت زوجتي. داعبوك الجن، قول امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا اسف انا اسف. هذا مو كان مكتب ميثا؟ السلام عليكم اخوي، وين ميثا؟ هلا اخوي احمد، انا ميثا. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف انتي ميثا؟ انتي ميثا ملكة جمال المكان اللي موقفة الناس بالطوابير خطاطيب. انتي ميثا اللي يشوفك يمر قدامك يطيح من جمالك. شو صار فيك؟ شو سوى فيك؟ تعرف يعني رمضان كريم وشي، يعني ما اقدر احط ميك اب. زين بسألك سؤال، ليش ما اختفيتي بداية رمضان؟ او ماي جاد، شو السالفة ليش؟ لأن الشياطين تختفي في رمضان. سخيف، اطلع برا. سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية. سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي وسط الرمال.